يزيد على 600 عمل فني من مختلف أنحاء العالم سيعرض في متحف اللوفر أبو ظبي الذي سيفتتح يوم 11 من نوفمبر المقبل، وهو مشروع يأمل القائمون عليه أن يجذب ملايين الزائرين سنويا للعاصمة الإماراتية. صالة عرض المتحف ذات الواجهة البحرية ستقوم بعرض قطع فنية يعود تاريخ بعضها إلى العصور التاريخية القديمة، والبعض الآخر يعود إلى العصر الحديث. اليوم أعلن افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، وفي 11 من نوفمبر سوف يستقبل المتحف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وبافتتاحه سيرى العالم نفسه في هذا المتحف. وكما قال الشيخ محمد بن زايد، فهذا المتحف هدية للعالم. وستشمل المعروضات إلى جانب أعمال يدوية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، أعمالا لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو وسي تامبلي. لن تكون هناك قيود على الأعمال الفنية في المجموعة التي ستعرض، والتي ستضم أعمالا فنية لجميع الديانات. في وقت تعتدي فيه بعض القوى على التاريخ وتدمر الأعمال الفنية وتأخذ التراث رهينة، يعد هذا عملا أساسيا كرد حضاري على الهمجية. الأعمال الفنية بالمتحف ستظهر مراحل هائلة من التطور الإنساني، وستركز على العلاقات بين الثقافات المختلفة. ولم يكشف المسؤولون النقاب عن تكلفة المشروع الذي أعلن عن إنشائه قبل 10 سنوات، وكان من المقرر افتتاحه في عام 2012.